بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. المجد لله. وبالناس المصار مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما ورسالة سلام. دكتور دي حاجة يعني يمكن دي أجمل حاجة سمعتها من فترة طويلة جدا. الله يخليك. اللي أحيي كل الشباب و I say hi in English to all those who do not speak. بيعرفوا عربي كويس قوي. بيعرفوا عربي جدا.
بس بحيي طبعا كل الشباب والشابات الاصوات الجميله يعني اللي بتغني وبترتل وبتنشد. الاول بحييهم. دكتور ايه الجمال ده؟ الله يخليك يا فندم. يعني من زمان نفسي اسمعك ونفسي اسمع الشباب ورساله سلام. بس الحقيقه انكم تطورتوا تطور مبهر. ده صحيح يعني، وهو كله في اوانه الحقيقه يعني. من 2007 يا دكتور؟ من 2007. خليني بس اعرف الدكتور مظبوط. الدكتور هو رئيس الاداره المركزيه للمركز القومي للمسرح والموسيقى وال ده كان سابقا. سابقا. انا الحقيقه انت دلوقتي انا المشرف العام في مركز ابداع قبه الغوري والخبير الوطني للشؤون الثقافيه في وزاره الثقافه. فما زلت في وزارة الثقافة؟ طبعا وانا حاسبها. رسالة سلام. ايه رسالة سلام؟ حلم عمري الحقيقة، لانه ده بيؤكد على ببساطة يعني على تفرد الشخصية المصرية. والحقيقة كانت رحلة بحث واستمتاع. وقدرنا اول ما توليت مركز ابداع قبة الغوري سنة 2006 كنت بحمل هذا الحلم معي في هذا المكان الكوني اللي هو قبة الغوري. لأنا مغرم جدا بالقاهرة التاريخية يعني عاشق القاهرة التاريخية، حتى كل أعمال الفنية كمخرج مستمدة من القاهرة التاريخية. وبالتالي بدأت أكون أعمل رصد لهذا المكان، فلقيت أنه هناك الكتاب. والكتاب بالنسبة لي، وأنا قلت الحكاية دي قبل كده، رمز للمثقفين يعني طه حسين والعقاد والمزني. وقلت أعمل فكرة امتداد للكتاب. وكان هناك قاعة الخنقاء اللي هي قاعة اللي في عصر المماليك كان الصوفيين بيجوا يعملوا حفلات خاصة. وبدأت أعمل ورشة منشد الغوري، وجالي أصوات كتيرة جدا لم أكتفي ونزلت في الأقاليم. والحقيقة عاوز أقول لسيادتك أنا ما اكتشفت أصوات، أنا اكتشفت كنوز. لقيت طه حسين وأم كلثوم والعقاد. مصر مليئة، ولكن كيف يمكن أن يعني ننظر إليهم وينظروا إلينا ونحاول نعمل إحياء مرة أخرى. والحقيقة جم وبدأنا كورشة كمرحلة أولى. بعد كده كتبت القداس بابا شنودة رحمه الله إن إحنا عاوزين مجموعة من الشمامسة ينضموا إلينا. رحب جدا الحقيقة وجم. والمسألة ما خدتش يعني عاوز أقول لك أقل من دقيقة إن إحنا التحمنا مع بعض. فعلا. ده حقيقة ما أقول لك تفرد الشخصية المصرية. إحنا يعني دي مصر. بعد كده كونت مجموعة سماع للترانيم الكنائسية أكابيلا. وكان هناك اندونيسيا طلبة من الأزهر يدرسون، عرضت عليهم فنان نور أخياري ينضم رحب جدا. وبدأت تاني أعمل ورشة في أقاليم مصر. المهم أصبح لدينا الآن رغم أن احنا 5 مجموعات 27 دولة منضمين لرسالة سلام. وعاوز اقول ان من المقيمين في مصر يعني لا مع مستوى العالم بقى، لان احنا عملنا مهرجان لان المكان بيتسع او الفكره بتتسع. فعملنا مهرجان سماع الدولي لانشاد الموسيقى الروحيه، فبيجي كل سنه ودي الدوره الثامنه هنعملها. ف 27 دوله منضمين الان الى رساله السلام. عاوز اقول ان احنا بنتبع وزاره الثقافه صندوق التنميه الثقافيه، وان هناك فلسفه خاصه بتؤكد على إحياء فنون القاهرة التاريخية بما فيها فن السماع. وعاوز أقول لسيادتك حاجة مهمة جدا، أن إحنا عندنا مدرسة لفن السماع ليس فقط للكبار، أيضا عندنا براعم سماع للأطفال. ياه. سواء على مستوى الشمامسة وعلى مستوى والحقيقة عاوز أقول لسيادتك قداسة بابا توادرس سعيد جدا بهذا الالتحام. والحقيقة يعني بمدنا بدعم روحاني ان احنا نستمر في هذه الرساله. والحقيقه ما فيش اجمل من انه يعني قد ايه التقارب، يعني لما نسمع ايه القران ونسمع بالزبط. ايه الانجيل قد ايه التقارب بين الدينين، قد ايه التقارب في الاصوات والتداخل ده برضو حضرتك يعني الحقيقه بيقدموه، وحضرتك طبعا مايسترو ليهم بتقدموه بشيء رائع. هي دي رساله مصر الحقيقه. هو ما بداخلهم الحقيقه احاسسهم، دي احاسسهم. انا الحقيقه ما لم اضيف جديد، انا كل اللي عملته ان انا جمعتهم، فكل واحد فرغ ما عنده من هذا الالتحام الإنساني. إيه اللي يعني إيه اللي وقفت قدامه في كل الشباب دول؟ يعني إيه الحاجات اللي وقفت قدامها؟ والله كلهم الحقيقة يعني كل واحد فيهم كان حكاية بالنسبة لي يعني، وكل واحد فيهم مخلص الحقيقة للموضوع. وعاوز أقول لك حاجة، أنا بس يعني المجموعة دي بالنسبة لي هي الوطن فعلا يعني، دي مصر الصغيرة. وحاولوا ناس كتير او حاولوا انه يفرقوا هذه المجموعه. Yes. ولكن الحقيقه
يعني انا لهم بالمرصاد لان هل دي كل مجموعه ولا احنا يعني علشان الماستر عشان الاستوديو؟ طبعا احنا اكتر الحقيقه. ويعني عاوز اقول لسيادتك حاجه، احنا بكره رايحين سهل الطينه في سينا للاحتفال بالسيد المسيح، عياد السيد المسيح، في المكان اللي اتقابل فيه عمرو بن العاص مع الاباط. فاحنا عملنا السنه اللي فاتت من خلال وزاره الشباب مهتميه جدا، والحقيقه المهندس خالد عبد العزيز مهتم جدا بالحكايه ده اهي. فاحنا رايحين للمره الثانيه بنؤكد هذه المعاني، وده شيء انا بعتز بيه جدا وهم كمان معتزين بالحكايه ده. طب عايزين نسمع بقى لان كل الجماهير منتظره تسمع كتير وثم نكمل حوارنا. استاذن سيادتك هتغنوا لنا ايه؟ تغنوا لنا مثلا سيدنا النبي ولا تغنوا لنا ايه؟ انا عاوز بقى مناسبه العام الجديد يا رب عام قد مضى يا رب، وهنغنيها ده كلمات البابا شنو؟ طبعا بابا شنو؟ وهنغنيها بانطون، وعندنا احمد الرفاعي. هايل. وعاوز اقول لك حاجه، رغم ان انطون اساسا بيغنيها ولكن انا بستمتع بيها من احمد الرفاعي. بس كويس. يا رب عام قد مضى، ودي كانت فعلا كلمات قداسة البابا شنودة. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. راجل انا له معزه خاصه في قلبي الحقيقه يعني. طبعا طبعا. يلا يا اولاد. واحمد الرفاعي. واحمد الرفاعي. انطون في الكنيسه اعتقد، مش كده بتغني انطون ولا ايه؟ مظبوط. بتغني في يعني انطون مع الشمامسه بيغني. بالظبط. لان انا عارفاك انت، انا بشوفك دايما في التلفزيون في القداس. يا انطون ده انت علم. بس يا استاذه لميس عاوز اقول لك حاجه، في قبه الغوري تحولت القبه الى كنيسه ومسجد ومعبد، فاصبح مكان كوني، فليس هناك كنيسه ولا مسجد ولا معبد، ولكنه
طبعا كله بينصار. طيب احمد الرفاعي. احمد انت اساسا بتغني في مكان تاني ولا هو ده المكان الوحيد اللي بتغني فيه؟ هو المكان الوحيد اللي بنشد فيه انشاد. بتنشد فيه انشاد ديني، لكن بتعمل يعني بتغني غنى تاني ولا مبسوط بالتجربه دي؟ طبعا مبسوط جدا بوجودي في فرقه سماع يعني. ممكن بغني اغاني وطنيه برضو، بس طبعا هنا في جو روحاني انا بحبه جدا يعني، وبالذات في الانشوده دي انا بحبها جدا لانها يعني بتدل على تقارب الدين الاسلامي من الدين المسيحي، والحاجات اللي بتجمعنا بنركز عليها قوي. الحاجات اللي بتحس ان في تداخل ما بين الترتيل والانشاد، يعني في تداخل في الموسيقى يا جماعه، حتى في نغمات كده شبه بعض. ما هو مقام واحد، هم كلهم الحقيقة كله مقام واحد. ولذلك انا هسمع بقى لسيادتك حاجه، شوفي بقى التدخلات تمت ازاي. سيدنا النبي أوكي. نسمع سيدنا النبي.
كنتش أتوقع أبداً إنه في وسط هذا الإنشاد في أوبرا، يعني في صوت طبعاً. أوبرالي عالي كده. ما دي بقى الترانيم الكنائسية. ده شيء رائع. الحمد لله. يعني أنت اللي بتلحن يا دكتور؟ لا دي حاجات عالمية معروفة. أنا بعمل رؤية فنية. كل الموضوع أنا بعمل تدخلات إنسانية، لأن هو في الواقع يعني أنا مثلاً عملنا السيمفونية التاسعة لبيتهوفن اللي هي الفرح والسعادة، وبتعبر عن عالم أكثر تفاؤلاً، شيلر كان كتبها، ودخلت فيها مثلاً نور النبي. فالمقصد من هذا هو التواصل الإنساني، إن المصدر واحد. بس بتختار مثلا يعني هم وهم بيغنوا الجزء الأوبرالي ده، يعني ده جزء ازاي، يعني ازاي بتختار جزء ده عشان يدخل في المكان ده في دي بروفات بقى. يعني بنشوف انهي انسب جزء يستطيع ان يتسلل بانسيابيه ويخش في المنظومه. وانا ملاقي يا بنات ما شاء الله انا جايه شايه لازم اقوم. لا ده انا اجي ده هم انا بس ما اقعش، لازم هم اشوف الفريق كله. اه طبعا انا اولا بحييكم، ولازم احيي اندونيسيا. من اندونيسيا. طبعا ومقيمين. نتحدث العربيه ام الانجليزيه ام ايه؟ عربي. عربي. انتوا فين، في الازهر ولا بتدرسوا فين؟ في الازهر. وايه اخبار الغنى، مبسوطين من الغنى ده ولا ايه؟ مبسوطين قوي. انت مختار لهم اللبس يا دكتور؟ يعني لا لبسوهم انا طبعا بقول لهم ان انا كل اللبس القومي الخاص بكل دوله. طبعا نور هو المسؤول عن الفرقه ويتحدث اللغه العربيه بطلاقه. بطلاقه. نور انت اساسا بتغني في اندونيسيا ولا ايه؟ لا بغني في اندونيسيا قبل ما اسافر للشغل، يعني قبل ما بدرس في جامعه الازهر. وسط المظاهرات وكده بتحب تيجي بقى هنا احسن. الغنى احسن بقى في قبه الغوري بقى بدل المظاهرات، مش كده يا شباب؟ ده صحيح يعني. على الاقل حاجه برودكتيف، حاجه كده يعني نقدر نعملها يعني. فنور انت بتحب الانشاد ده، بتحب اللي انت بتعمله ده؟ طبعا بحب اللي انا بعمله، وطبعا شغل مع الدكتور انتصار ممتع طبعا، يعني فلازم في التزام. وطبعا احنا بنشكر دكتور انتصار جدا على الفرصه لفرقه اندونيسيا. يعني شكرا دكتور. انا بشكرك يا انا شايفه اساتذه في القانون طبعا. واساتذه صديق عمري خالد طبعا، واستاذ اشرف برضو صديق عمري، وهو ارسوزيكسي. كل سنة انت طيب. بعد بكره معانا عزيفة الدف سارة. سارة انت بتعزفي دف؟ يعني سارة اتعلمتي فين؟ هو انا اتعلمت على ايد دكتور انتصار، كنت بروح مع والدي دايما الشغل اللي هو استاذ خالد. بابا استاذ خالد ده الابنه والاب الاثنين في فرقه واحده. ده شيء جميل. يعني تعلمته من دكتور انتصار عن طريق ان انا كنت بحب اروح يعني بحب اروح مع بابا، وبحضر كل البروفات تقريبا والحفلات. فكان سماعي في الاول، بعد كده دكتور انتصار يعني حس ان انا بقى عايزه ادخل الموضوع فجابني من ناحيه الضفه. ده هايل. وعندنا النوبه كمان. والنوبه احنا عندنا فرقه نوبه كبيره. انا بحافظ على التراث النوبي الضفاف النيل. وعندنا طبعا سماع، عندنا من مدرسه سماع عندنا خمس اجيال. اصغر جيل اللي هو محمود، وهنسمع منه طبعا كده حب الوطن. واكبر واحد فيهم احمد حسن. كان عندنا الله يرحمه الشيخ الاستاذ نبيل الهلالي، وده كان اكبرنا الحقيقه. طبعا انطون ومجموعته الرائعه. انت ايه، هشوفك على التلفزيون بكره ولا ايه؟ ان شاء الله. بكره انا مستنياك. ده انا هعرض مخصوص استناك. طبعا كل الفرقه دي دول يعني كلهم في الشمامسه من كذا. كل سنه طيبين طبعا. وعندنا والبنات بقى، قول لي على البنات الجميلات. عندنا مريم العذراء ماري طبعا مسؤوله عن هذه المجموعه الرائعه ايضا، وهم الحقيقه متخصصين في الفن الاوبرالي، ولكن انا بستخدم ما الترانيم الكنائسيه اللي هي حوار الاخر بره. انا سمعت صوت الاستاذ، لا حضرتك طيب. سمعتك وانت بتغني الجزء الاوبرالي. انت اساسا متعلم اوبرا ولا دراستك اوبرا؟ دراستي اوبرا. وخلصت دراسه ولا ايه؟ خلصت. وبتعمل ايه بقى دلوقتي؟ حاليا مدرس ومع دكتور انتصار في الفرقه.
هايل هايل. طب نسمع ايه تاني بقى؟ انا والله في حاجات كتير جدا، ولكن احنا هنسمع بقى نور. نسمع نور؟ نور. في إراك الله غفور. اوكي يلا نسمع، وبعديها وبعدها نخرج بريك وبعدين نرجع. خلاص اوكي اتفضل. الله غفور اللهم الله غفور. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. All you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor. Allahu Rahim. Allah. Hold off your iman. Don't give in to shaitan. All you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor. Allah. Thank you.